اليوم مع بعضنا باش نعمل فريكاسيه بنين بزوز طرق مختلفين، اللي حاجته بالطريقه يقعد معايا للاخر. وما تنساوش تشتركوا في القناه. لهنا حطيت كيف ما هكا كيس حليب، لهنا عندي ماء، الحليب راهو بارد خرجته من الفريجيدير هذاك، علاش باش نحط عليه كيس نتاع ماء سخون. معناتها كيس حليب بسم الله وكيس ماء نحط عليهم مغرفة صغيرة نتاع سكر كيف ما هكا، نذوب السكر به، نحط صبعي، نجم نحط صبعي، معناتها السخانة نتاعو تكون معتدلة باهية. لهنا في الخميرة الفورية هنا باش ناخو اشتر الباكو هذا اللي هو خميرة نتاع خبز سبيسيال خبز، باهي خليت كيف ما هكا باكو، باش ناخو الشتر نتاعو اقل حتى من الشتر، مش الشتر بالضبط، وباش نخليها تتخمر. حضرت لها البيئه نتاعها الملائمه للتخمر نتاعها، حطيت لها السخانه وحطيت لها الحلاوه هكيكا باش تطلع معايا الخميره بالبدا بالبدا. وتوا نخليها بعض الدقائق تتخمر. باهي كيما تشوفوا هاكي تخمر كل شيء. باهي لهنا باش نمد كيف ما هكا عصا نتاع لوح ولا فرشيتك، كل واحد وشنو يحب. واللي عنده الماكينه الكهربائيه راهو هذا كل ما يستحقوش، كي باش يحطو في الماكينه باش يتخدم كل شيء بالكدا بالكدا وحده. بسم الله لهنا باش نصبوا الفرينه ونحضر الكاس الثاني نتاعي نتاع الفرينه. باهي وباش نبدا نخدم فيها بالعصا، مش باش نخدم بيدي، نوريكم كيفاش وكيفاش حاجتي بها. باهي نحضروا كيس واحد اخر خاطر اكيد باش نستحقوا. هكا بسم الله نبدا الكيس الثاني. بسم الله الكيس الثالث لهنا، نزيدو نصف كيس. الكيس متاعي راهو هذا يرفع خمسة مغارف كبار متاع فرينة، اللي يحب المغارفة معناتها. مش على الجو على الفرينة وهي تطير. وتوا العجينة نتاعنا رانا باش نخليها كيف ما هي هكا، شفتوا كيفاه هكي مازالت
ناقصه فرينة، زلت ناقصه باش نخليوها كيف ما هي هكا. هلا طيب باش نخليوها كيف ما هي هكا، جوست ما بين نصف ساعه وساعه غربه، حتى لين نلقاو الحجم نتاعها تقريبا الضعف به. ونقول لكم حاجه، راهو العجينه كي تبدا كيف ما هكا رخوه راهي تتضعف اسرع من العجينه اللي تبدا بالكدي بكدي معبيه بالفرينه. كي تبدا ناقصه فرينه في ساعه ما تتضعف. وتو نخليو كيف ما هكا مبلبزه داخل بعضها، شعنا فيها كيفاش نخليوها تتخمر في عقلها. لهنا بما انه العجينه نتاعنا قاعده تتخمر، نجي نحضر الحشوه نتاعي. بسم الله، فيت 3 كعبات بطاطا، نقصوهم كيف ما هكا البطاطا وباش نحطوهم يتسمطوا. باهي نبداو بالبطاطا، كعبتين بيض يتسمطوا. شو العجينة نتاعنا كيفاش، باهي لهنا ناخذو شوية ماء هاكي، ولا تحبو زيت كل واحد كيفاش يحب، يا ماء يا زيت. تدهن بيهم ايديك باش ما يبداوش يتلصقوا، وتمد بسم الله العجنة نتاعك. باهي كيما قلت لكم تحط يديك هكا في شويه ماء وتمد، تحل هالكعبة تعمل لها الفورمه اللي انتم تحبوا عليها كيف ما هكا مثلا. ولهنا تعملها بالزيت والا بالماء راهو كيف كيف. بسم الله هاكي قاعده تتقلي. وهذايا كعبة الأخرى. باهي ثم الطريقة هذه، ماما وي ماما لما. هذه طريقة واحدة أخرى. كبير برشا هذا، تخدم بالشايح اللي هو تمد هكا كمية. اللي حاجتك بها تحل قد ما انت تحب. تحب تعملها بالقلقال تحل بالقلقال، تحب كيف ما هكا بيتيك تحل بيتيك، كل واحد كيفاش. تجودها نتمد لهنا كيف ما هكا، ومن هنا كيف ما هكا. فوالا طولها كيف ما هكا وهكا. وتقلي على روحك، عندك
هي الطريقه هذه ولا الطريقه الاخرى، ونوريكم الزوج كي يتقلاو كيفاش يبدا. وسط قاعده نقلي وزيد ما كملتش، خليت كعبه باش نبدا نحط فيها، قلت لازم نوريها لكم من داخل كيفاش. هذه بنتي بحذية تعملنا في الانغام، ايه شفتوا كيفاش؟ ها حتى هذه حليتها، تسمع فوق القرمشة، شفتوا قداش قرمشة وميم طون تري، باش تعرفوا الوصفة كيفاش ناجحة معناتها. باهي تو نبدا نحط نكمل نقليهم كل بعد نوريكم كيفاش نحط ونعبيهم. بالفرحة قلت لازمني نشارككم معايا، حسيلو عندي بزاف وثلاثة حكوك هريسة تونسية، خليتهم كيف ما هكا للأعياد والمناسبات للفيديوهات الهامة، ما نحبش نستعملهم كل يوم باش ما يفاوليش، عرفت نستعمل في العادي توا هريسة عربي وتوا هذه السوري لهنا في تركيا ما يبيعوهاش. بسم الله هذاك علاش ما عنديش منها برشا. به نحط بسم الله مغير في هكا كبيره، هنا في الصحفه حطيت ماء نبرد الهريسه بالماء، تنجم تحط معها زيت والا ما غير زيت، زيت كيف ما هكا مغير فخره كوي يس 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 مستحفظ. هذه بنتي تزغلت غادي على الهريسه نتاعنا. باهي لهنا كيما وريتكم بكري هذو ما حليتهم، كنت باش نعمل وبعد قلت لي لازم نصور الكل. هذا كيما تشوفوا هكايا الفريكاسي كعبات نتاعنا. باهي لهنا ما نعرفش الحشو كان مانيش غالطه بالحق والله نسيت، صدقوا لي نسيت. باهي لهنا عصمه البطاطا، هذه عظمتين ماني قلت لكم، هنا التن والهريسه نورمالمون، هذا هو كعبات الزيتون ما عنديش زيتون. باهي بسم الله كيف ما هكا شويه ناقصه حراريه شويه ميه تحسوا فيها، نزيدو كيف ما هكا ونعملو الضربه هذيك تاع التسكيره وبلاش، ونحطو شويه عظم كعبه بطاطا وشويه طن، وهذا الفريكاسي تاعنا العزيز الغالي حلا. هذه مغير هريسة، حطو عظم بطاطا، وهنا هي التون على كيما تشوفوا، صحن نحط فيه بالهريسة وصحن مغير هريسة. باهي هذوكم كيما وريتكم، هذه اللي عملتهم اللولانيين اللي ما غير فارينة بالماء، وهذه اللي بالفارينة اوكي معناتها مزينين، هذوما اكثر بريزونتابل من داخل كيف كيف تعملهم بالماء ولا بالفارينة نفس من داخل هي بيتها على خاطر نفس العجنة معناتها. هذوما كعبات الفريكاسي نتاعنا حضروا، ان شاء الله تجربوا هالوصفه تعجبكم، صحه وبشفاء، اكتبوا لي لو تراكو في الكومنتير، وما تنساوش تشتركوا في القناه.